الناس اللي جيت طرونج راه كيجيو من الدار البيضاء، كيجي من كاع البلاصه اللي كيكون كيزمطها الامن، كيقولوا ارا نجيو للدرك الملك فيها فئه قليله، كيقولوا نقدروا نتخبوا هنايا. هذا الشيء كنعرفوا من الناس اللي عمر دراوش، ولكن ما كنعرفوش عليهم هذا الشيء هذا بزاف. ما عمرناش لنا هذا الشيء. الشباب اللي طالع دابا بهذا الشيء ديال البورتابلات وهذا الشيء اللي كيشوفوا راه هو اللي خسر. هادشي ديال البورتابلات اللي ولا هادشي هو اللي خرج على سمع حيدوا هادشي على الاطفال وعلى الشباب، ما خصوش يبقى يشوف بحال هادشي. كنطلبوا من السلطه المحليه، لا من مقدم ولا من شيخ ولا من جميع الاعضاء، يتكلفوا بهادشي باش ما يخليوش الناس ديال الدار البيضاء يجيو لعندنا المنطقه. هادشي ديال المنطقه هو اللي خلص خسر هاد المنطقه عندنا. Thank you.